لي ان شاء الله عن قريب، واؤكد عن قريب، بروسيدار كاناليزاسيون عندنا فيها الثقه التامه باش تنجز المشروع في وقت قياسي، ليس بسنوات ولا عشرات الشهور، لكن ان شاء الله في بضعه اشهر يكون هذا المشروع دخل حيز الخدمه، ونشوفوا الكميات اللي كنا ننتظروها باش تتحول من سد، انطلاقا من سد بني هارون الى سد كوديت مدور، تدخل لسد كوديت مدور، خاصه واقول خاصه في الظروف اللي نعيشوها الان، اللي يتميز بنقص التساقطات المطريه، اللي يتميز بظاهره التغيرات المناخيه. هذا الشيء كل يعطي اهميه قصوى، اهميه استراتيجيه لهذه القناه اللي راح تكون بالفعل شريان حياه. شريان حياه ليس لولايه بابنا فقط، حتى لولايه خنشله، لانه القاسي والداني يعلم بان ولايه خنشله كذلك تشرب وتاخذ كميات كبيره من سد كوديت مدور. بفضل هذه القناه راح تكون اريحيه في التوزيع.